التحية متجددة متابعينا الكرام عشاق الأصالة أينما كنتم، هكذا تواصلنا يستمر في هذا اليوم في ميدان سيف العرب مع انطلاقات سن الحقايق. أيضا ينطلق شوطنا الرابع عشر الخاص أيضا الأبكار أما للجعدان بالفعل. نسير مباشرة إلى المقدمة ونتابع الصدارة. مفجر من يأتي على المقدمة، سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي أم اللي يأتي على المقدمة الأولى في هذه الانطلاقة متابعين الكرام. والتسلل اللي بدأ من الجانب الآخر حامل رقم 24 اللي هو المتحد زال بن هويدن بن ذيبان الاكتبي اللي غير على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما الغدوم على المركز الثاني في هذه الانطلاقة الجميلة اللي واصلنا. شاهين سعيد بن سالم بن علي علي ديلي من يأتي في ثاني المراكز، بينما ننتقل إلى المركز الثالث. الغدوم في هذه اللحظة الجميلة والمتميزة من مياس سعيد بن محمد بن كراز المهيري من يأتي على المرتبة الثالثة، بينما أعود إلى المركز الرابع، رابع المراكز الغدوم اللي بدأ في هذه الانطلاقة المتميزة والجميلة حامل رقم 39 لهو مناور سعيد بن حمد بن رغموش العويسي من ياتي على المركز الرابع، بينما اعود الى المركز الخامس الحر ياتي لسعيد بن عيد بالكوس الفلاسي على المرتبه الخامسه. هكذا هي النتيجه والنداء للخمس المراكز الاولى ونعود الى الصداره. نعود إلى الصدارة ونعود إلى المركز الأول في هذه اللحظات. من يسيطر على الصدارة وعلى المقدمة الأولى هنا المتحد لسالم بن هويدن بن ذيبان الاكتبي على المقدمة الأولى وعلى المركز الأول، بينما الغدوم على المركز الثاني من شاهين سعيد بن سالم بن علي علي ديلي من يأتي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هناك الانطلاق في هذه اللحظات من مياس سعيد بن محمد بن كراز المهيري من ياتي على المرتبه الثالثه، بينما المركز الرابع رابع المراكز الغدوم من الحر لسعيد بن عيد بالكوس الفلاسي من ياتي على المرتبه الرابعه. هكذا هي النتيجه ونعود الى الصداره، نعود الى شعار بن ذيبان من يسيطر على المقدمه وعلى المركز الاول مع المتحد زالم بن هويدن بن ذيبان الاكتبي على المقدمة الأولى في هذه اللحظات، بينما الغدوم شاهين على المرتبة الثانية لسعيد بن سالم بن علي علي ديلي والأربعمائة متر الأخيرة. الله يا سلام، غير علي ديلي مع الصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات. سعيد بن سالم بن علي علي ديلي من يقدم لنا شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما ثانيا شعار بن ذيبان يأتي في المرتبة الثانية ولكن الميتين متر الأخيرة، وها هو شاهين ليؤكدوا هذا الحضور مع هذا الانطلاق الجميل والمتميز. تهانينا لسعيد بن سالم بن علي علي ديلي على هذا الأداء والعرض الجميل الذي يقدم لنا شاهين لحظة وصوله إلى خط النهاية من يعلن هذا الهدف والانتصار، بينما المركز الثاني اللي اتانا متابعين الكرام شعار سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي مع مفجر، بينما المركز الثالث المركز الثالث اللي اتانا متابعينا الكرام المركز الثالث عطنا المركز الثالث اللي اتى فيه مناور سعيد بن حميد بن رغموش العويسي، والمركز الرابع اللي اتانا متابعينا الكرام داسر لعبد الله بن حبتور بن ذيب الدرعي، والمركز الخامس اتى فيه اللي هو مياس سعيد بن محمد بن كراز المهيري.